عود ترى اكثر منا اللي كانت قبل راه ما بلان ما والو غير كنا علاش ضاحكن المهم نسدو هذا الموضوع نسدو هذا الموضوع انتي اول مره كنهضر في هذه اللعيبات انا ماشي كنقنظر انا عامري العامري عامري عامري واللي كنشوفو عامري والله يتعقد بالرباح مشينا للحمام وما يحلوا لك الله الا اش بالك كاين شحال الموضوع بغيت نهضر عليه دابا دابا امشيت واقول مزياد الرب داني سير الرب داني الله يحفظك سير الرب داني اي الله ينورك عافاك شي ديديكاس راني كنحماق عليك ديديكاس لاحلى ايه 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 ايوا شنو نقول المهم هادشي اللي كان بغينا لا ماشي صراحه هادشي اللي كان بغينا دابا السؤال درت لايف غير باش نشوف الناس وانا شفتهم وفرحان طالع البار ابرار راح اسوي لك بلوك كنحماق عليك رد حتى انا اوكي دابا الدراري غنهضروا في واحد الموضوع اخر واحد الموضوع سيريوس هذا الموضوع اللي غادي يكون شويه حساس لا هذا الموضوع اللي ما يعجبهمش الحال ما يعجبوش شي غتعلنها لا شنو هي لا 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 هاهم ها نقول لا 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 الله يتعقل لا 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 شي والله يتعقل والله يتعقل والله يتعقل عمر هو ده الله يتعقل واش هذه والله يتعقل رضا اذا في هذا اللايف كنبغي نقول لا رضا والله ما تقول الله ما تقول الله يحفظك الله يتعقل والله يتعقل والله يتعقل بالله رايد الله حفظك الله يتعقل حفظك والله تنقول حاول ترى احنا رجال يلا كنعطيك 10 ثواني 15 ثانيه 15 ثانيه مزيانه فكر شنو باغي تكون صافي باي برور فكرتي فكرت متاكد باغي تقولها متاكد نعطيك لي باول صافي مبروك عليكم المغرب على الفعل 11 والله قلتها لا والله اللي قلتها والله اللي جات من عندي الله يسهل بيتا كني في فوزالي والله هذا شوفوا شوفوا الدراري والله الا كنا بغيت نشرح لكم نشرح لكم دابا شنو كاين دغيا وغادي يمشي حيتاش رجاء قالت لك حكامه حكا كتسنانا ما عرفتش شنو عرفت شفتك التليفون شنو راه الجوج هادي راه جوج والله حتى جوج نطلع الفوق اخوان صافي شنو لا باقي نقول لهم والله الا نقول لهم علاش طلعت نقول لهم علاش طلعت شوفوا اقسم بالله كنت بارك مع عليا ما بيا قلت عمر غادي تطلع دابا لايف شوف بغيت نشوفكم بغيت نضحك معكم ونبسط معكم صافي وغادي نخرج قلت لكم 10 دقائق دابا راه في التواق الى جو بونس في 10 دقائق دونك كنبغي نقول لكم توحشكم وان شاء الله غادي نرجع المغرب قريبا نساليو غير شي خدمه عندنا هنايا واغاني ان شاء الله غادي تكون اغنيه مع الفنان ديالنا يلا لا وقلت لك ما تقولهاش لا عمر ولا وقلت لك ما تقولهاش صافي عمر اغنية والله صافي قلت لك ما تقولهاش صافي عمر صافي هاي تسدد اللايف تقول تسدد اللايف عمر قلت لك ما تقولهاش قلت لك الحقيقة واش انا نخلي معاك واش هو مليتكم واش هو مليتكم يكون ديو وجه محطوط حدا وجهو اسمع 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 اشنو اسمع لا علاش دورت كاميرا هنا ما فهمتش انا اسمع 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 الصوت اللي عمرو غيعاود يسمعوا في يوتيوب تراراراي حصريا على ونسى وناس دابا ديال الوناس راشد ماجد صاحبي انت دابا راشد ماجد والله جيت شوف هذا اللايف بان ليا دابا الناس باركين معاكم دابا ما لقينا ما ندير لا لا دابا اكثر سالي اللايف انا دابا تقول غتختم باخر اغنيه انت غتغني اغنيه كدا يلا شوف فيهم اغني كدا بلاش باش نبدل لك الطول بلاش لا لا خلي خلي سير انا كنرتاح مع الطول لي فانز ديال رضا خذوا وحاولوا ديروا مونتاج على هذا عمركم ما تشوفوا في حياتكم ان رضا غيغني لكم لايف سير عمرني غنغني حق صوتي انا عارف عمرك تعاود تغني اوكي كدا الله الله اللي تعمس شوف والله والله حتى غنسى ان والله حتى غنسى ان كاين لايف هنا غنبقى نتعامل عفوي بالله والله حتى انا ما كاينش لايف هنا رايده ما كاينش لايف هنا رايده ما كاينش لايف هنا بلاتي صافي انا غندخل كلمات وغنسد عيني شوف يا غتكون فضيحه يا فضيحه او ما كاينش لايف هنا جاوبني قول لي لا شكون وصلينا اللايف معلم هكا صافي
ولكن انت ما كتكونش هكا، كتكون واحد اخر ملي كنكون هكا ندير لك هكا. يلا صافي دابا سير. انت غتاخذ كلمات كاع. كذا الله يعينكم يا جماعه. والله صافي حصريا رضا الوهابي يغني لكم ولاول مره. ولكن انت دير لي تاع ديك ديال يلا اش دير لي. يلا سير بدا بدا كده يا قلبي حتى مني كل حاجة حلوة فيها كده كده تمشي وتسيبني لوحدي كده الناس كيغنيو يا خسر بحالك خسر بحالك دراري صباح الخير. كانت أبسي سعيدة ونتلاقاو إن شاء الله.